ازيك يا حضرة الناظر؟ بلغني انك جبت 2 عمال اغراب اشتغلوا عندك في البيت، فقلت اجي اعمل الواجب وافهمهم الوضع ماشي ازاي. ما هي البلد ليها كبير برضو، مش كده ولا ايه؟ ايه ما بتردش يعني يا حضرة الناظر؟ ولا تحب اقول لك يا شيخ صالح احسن؟ اللي ريحك يا عطية. ما انا ما بقتش ناظر خلاص، ولا اقول لك؟ قول لي يا استاذ صالح، مش انا برضو كنت استاذك؟ كنت استاذي، انما ياما التلامذه بقوا احسن من اساتذتهم. طبعا، بس دول تلامذه فالحين، ما اعتقدش انك واحد منهم. ولا تحب افكرك؟ ده ياما كنتوا بتعلمونا العلم الدنيوي الزائل الذي لا يضر ولا ينفع، ان معلوم الدين الصحيح ليها شأن تاني خالص، وربنا بيفتح فيها على عباده الذين اصطفاهم. وانت بقى ربنا اصطفاك وفتح عليك يا عطية. الحمد لله، وبشهادة الناس والعلماء كمان الذين لا يطال هامتهم المدعين. المدعون يا عطية، لأن ده فاعل. لسه مصر على الرغي فيما لا طائل منه برضو يا صالح. ازاي بقى؟ دي لغة القرآن يا ابني، ازاي هتفهم كتابك يا شيخ من غير ما تفهم لغته؟ أقول لك مش وقته. فعلا هو مش وقته. مين الاتنين اللي جبتهم معاك دول يا صالح؟ وانت هتتدخل في مين يخش بيتي يا عطية؟ بيتك جزء من البلد، والبلد ليها كبير ابن كبير. والكبير يراقب ويتجسس على بيوت الناس؟ طبعا الكبير يعرف دبة النملة وهو قاعد في مكانه يا صالح. ولا انت فاكر ان درويش زيك؟ احنا مشايخ صحيح، بس المؤمن كيس فطن. كيس فطن؟ قولي مين اللي روى الحديث ده يا شيخ؟ بطل صفصطة يا صالح، وقولي مين الاتنين اللي جبتهم معاك دول. والله بقيت تعرف تقول صفصطة وتجديف وكلام كبير قوي. بقولك يا صالح، انا مش جاي النهاردة اسمع تخاريفك اللي زهقتنا بها زمان. مال مشرفني ليه يا عطية؟ عشان افهمك ان ترميم البيت ده مش هيحصل، وان اغراب يخشوا البلد دي ويشتغلوا فيها من غير اذني مش مسموح، وان اي حد هيخالف اوامري هتتكسر رجله قبل ما يخطي خطوة واحدة يخالف بها كلامي. وعشان يديني النصيحة يا صالح، انا انصحك نصيحة اخيرة لوجه الله، خد بنتك وامشي من هنا يا صالح. وان كان على البيت شوف تمنه كام، وانا مش هظلمك، ويبقى كفى الله المؤمنون القتال. المؤمنين يا عطية، وربنا سبحانه وتعالى زي ما قال كفى الله المؤمنين شر القتال، قال برضو وكتب عليكم القتال. ماشي يا صالح، يبقى لا تلومن إلا نفسك. أنا همشي عشان ألحق صلاة التهجد قبل ما الفجر يأذن، وهدعي لك ربنا ينور بصيرتك ويهديك قبل ما يعارك قوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. صدق الله العظيم. شرفت عطية. انا اروح انا يا زلط. تعرف تقفل القهوه ولا الهباب اللي انت مبلبعه ده عميك؟ واصبح الصبح الاقي القهوه متقشفره. لا ما تقلقش يا معلم، القهوه في عينيا. ماشي. بقول لك يا معلم، كنت عايزك في موضوع على الماشي كده. يعني موضوع ايه يا ده الفجر قرب يد. السؤال بس، هو الحوار بتاع البيت نوره، كنت بتتكلم بجد ولا هم كلمتين وراحوا لحالهم؟ انت عارف ان انا بقول كلام في القهوه يا اسمع يا زلط. البيت ليه طلعها من نفوخك عشان ما زعلكش؟ ايوه يا معلم، بس انت عارف كويس قوي ان انا اصلا عيني من البت نور. مبسش ولا حاجه يا دي. البت دي انا هتجوزها، هتبقى مراتي، وانت اللي هتشهد على العقد، وهتفرح وتنبسط وترقص للمعلم بتاعك زي اي صبي ما يسواش تلات ابيض ما بيعمل مع معلمه. فاهم ياد؟ فاهم يا معلم. امشي غور يا تكنيله. اللي
ليه كسرت نفسي قادر يحط عليك والناس تقل منك وكمان تمرمط فيك يبليك بضغط وسكر وجلطة وتسلخ ما بين رجليك. طب لا 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 مين بيخبط دلوقتي؟ ما تفتحش السفينه يا ابراهيم. مين؟ استاذ سامح انا ابراهيم افتحي. ابراهيم اسمع الله عليك يا اخويا. الحمد لله بسلام. الحمد لله بسلام. الحمد لله انك بخير يا ابراهيم. الصبر يا نور شد حيلك. اشرف مات يا ابراهيم. اشرف مات. مش كده يا ماما؟ أشرف شهيد. حلك يا ماما بلا تحملي. صبر يا ماما صبر يا ماما. اسمع الكلام يا ابني وبطل عند. اديك شفت عطية ورجالته عينهم على البيت ازاي، ودول لو مسكوك الحكومة تبقى أرحم لك. يعني عايز نعمل ايه؟ استنى لحد ما الحكومة تطب علينا واقف اتفرج عليهم؟ لا، لو ده حصل لا قدر الله بلدنا شوارعها ضيقه، هنحس بيهم وهم في اول البلد. بعدين يعملوا عليا كماشه مش كده؟ انا عندي ممر يطلعك من هنا على الجبل على طول. اتهد واقعد بقى ولا هما مدك على رجليك. انا مش فاهم انت ازاي واخد الموضوع ببساطه كده. انا لو اتمسكت انت اول واحد هتروح في 60 داهيه. محدش هيروح في داهيه. ليه ان شاء الله؟ ما قلنا ما تبقاش عبيط النار. انت انكتب عليك مشوار ولازم تمشيه لاخره، ومن كتبت عليه خطى مشاها. طب عطيه؟ عطيه ده مشوار انا ربنا حطه في طريقي من وهو عيل صغير، ويمكن ربنا جابني البلد دي مخصوص علشان. ايوه ناوي تعمل معايا ايه يعني؟ ومن كتبت عليه خطى مشاها. اعمل اللي عليك وارمي توكالك على الله. يعني عايزني احط ايد على خدي واستنى مصيبه لحد ما تجيلي؟ اعقلها وتوكل. وابراهيم عم الشيخ، انا اعمل ايه مع ابراهيم اللي مش لاقينه لحد دلوقتي ده؟ ما نقدرش نعمل حاجه غير ان احنا ندعي له. انا هقوم اصلي ركعتين قبل الفجر وادعي له ان ربنا يحرسه ويحرس طريقه. كل كل يا اخويا كل. الحمد لله، والله انا شبعت لما شفتكم يا سميح. على عيني حبيبي المرمطه والشحطه اللي انت فيها دي. خد يا حبيبي. انت كنت وحشيني قوي انت والبنات، خلي بالكم منهم. في عينيا، بس انت بس بتبقى وحشهم شويه. وانت يا نور شد حيلك يا ماما. انا عارف يا حبيبتي ان انت في امتحان كبير، بس هنعمل ايه؟ ده قدر ربنا يا ماما. قدر. وبعدين أشرف في حتة حلوة عند ربنا فوق، كلنا نتمنى نروح عنده. شد حيلك كده يا ماما وحيد الله. لا إله إلا الله. بس الفراق صعب قوي يا إبراهيم. الفراق صعب علينا كلنا يا نور. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يحلها من عنده إن شاء الله. مش هتقول لي برضه إبراهيم أنت قاعد فين؟ بس يا سميحة أنا الحمد لله إن أنا قدرت أجي أشوفكم وأطمن عليكم، بس غير كده مش هقدر يا حبيبتي. إذا كان عليا نفسي أكلمكم في التليفون كل يوم، بس ما أعرفش وما أقدرش، أحسن يكون في حد مراقب التليفونات. طب وآخرتها يا إبراهيم؟ خير إن شاء الله إن شاء الله خير. مفيش حد بيفضل في كربه طول عمره، بس ربنا يفكها إن شاء الله. أنا عايزكم كده تاخدوا بالكم من البنات وتاخدوا بالكم من نفسكم. هقوم بس أبص على البنات قبل ما أمشي. طب خدهم في حضنك اشبع بيهم شوية. مش هقدر يا سميحة، أحسن عيلة منهم تصحى ولا حاجة وأنا مش ناقص تشبط فيا ولا حاجة. أنا هقوم أمشي قبل ما الدنيا تنور وحد يلمحني ولا حاجة.
السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل الله يا شيخ موسى. منا ومنكم إن شاء الله. وبصحيني قبل الصلاة. وعينكم ما تغيبش عن بيت صالح. ولو حصل أي حاجة فيها مخالفة لأوامري تبلغوني في ساعتها. ولو أي حد من الاتنين اللي جابهم معاه دول حاول يحط طوبة واحدة في البيت تتكسر رجله قبل ما الطوبة دي تتحط في مكانها. مفهوم؟ مفهوم. بسم الله. يا ابني وحد الله واهدى شوية. لا 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 الله يا شيخ صالح، أنا كل ده ماشي ورا كلامك. خليني أشوف بقى إبراهيم راح في أنهي داهية. أنت ليه ما بتسمعش كلام حد وما بتكبرش لحد؟ بقول لك أنت كمان. أنا أسكت بس عشان الراجل الكبير ده واقف. كلمة تانية أعصابها تفلت ومش عارف أنا بعمل إيه. هتعمل إيه يعني؟ بطل الكبر اللي أنت فيه ده وفوق شوية. ولا علشان أنت ظابط يبقى فاهم اللي محدش فاهم. لو قعدتك هنا خطر إيراد، لو مشيت من هنا هيبقى خطر 24 إيراد. تقدر تقول لي بقى لو مشيت من هنا وتعرف ان انت كنت عندنا واتمسكت مش هنروح كلنا في داهيه؟ بطل بقى جو، انا عايز امشي عشان احميكوا والحبتين دول، علشان ده كله كلام فارغ. انا حتى لو اتمسكت عمري ما ابيعكم. مش معنى شايف ان ابراهيم ممكن يبيعنا؟ ليه مصر طول الوقت ان انت احسن منه ومننا ومن الناس كلها؟ كفايه كده يا هدى. اسمع يا ابني، احنا قلنا لك اللي ريح ضميرنا عند ربنا، وانت حر. واعذرني في طريقه هدى، اصلها طالعه لامها ما تعرفش حد في الحق. السلام عليكم. انت كنت فين؟ انت حمار يا بني ادم ولا ما بتفهمش ولا حكايتك ايه بالظبط؟ زي ما يصحش كده، ده في بيتي. ده كان هودينا كلنا في 60 داهيه بغباوته دي. مش غاب يا سليم بيه، ولا هتصرف تصرف اضر بيه حد منكم. عارف ليه يا سليم بيه؟ عشان انا بفهم في الاصول، وبصون العشره والعش والملح، واي حد اللي جميل عليا بشيله فوق راسي. بس غصب عني هعمل ايه يعني يا سليم بيه؟ انا بني ادم زي زيكم، ولما جالي الخبر ما قدرتش استحمل ونزلت جاري عشان اطمن على اختي. وانت لو مكان يا سليم بقى تعمل كده، وهتعمل اكتر من كده كمان عشان تطمن على اختك. وما يخزى يعني يا سليم بيه، ما كنتش عايز اقولها لك، انا اختي مش اقل من اختك ولا انا اقل منك. هدى، خد ابراهيم واطلعوا بره. يلا. زعلش يا ابراهيم، طمني اختك عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله ربنا يصبرها. طب تعالى تعالى نطلع بره طمني عليها. في كلمتين لازم تسمعهم وما ينفعش يتأجلوا. خلاص بقى يا ابراهيم ما تضايقش نفسك، انا عارفه ان انت حقك تعمل اكتر من كده كمان، بس عشان خاطري ما تزعلش. مش المهم ان انت اطمنت على اختك وطمنت اهلك عليك وكمان رجعت لنا بالسلامه؟ والله يا انسه هدى، انا لو كنت اتمسكت عمري ما كنت اجيب سيرتكم ولا سيرته في اي حاجه، ان شاء الله حتى اقطعوا لحمي. انا مش خسيس عشان اعمل كده مع الناس اللي وقفوا جنبي وساعدوني، وأولهم هو. مش محتاج تقول ده خالص، أنا عارفة والله. ممكن بقى تسيبك من اللي حصل وما تفكرش في حاجة؟ أنت أكيد تعبان وما نمتش من امبارح والمشوار هد حيلك. هجيب لها غطا ونام على الكنبة وسيبها على الله. ربنا يخليك يا أنسة. بص يا ابني، أنا شايف إنك هالك نفسك في حروب في 600 حتة وناسي أهم حاجة، حربك مع نفسك، واللي من غيرها مش هتعرف توصل لأي حاجة في بقية الجهات. يا عم صالح، أقدر اللي أنا فيه،
أنا مقدر يا ابني، بس مش عارف إيه حكمة ربنا في اللي أنت بتعدي فيه ده. بس أنت مش هتعرف تطلع منه إلا لما تتغير. أنت هي مشكلتك مع إبراهيم؟ ليه خايف منه وحاسس إنه خطر عليك وما أنتش حاسس إن أنت خطرك عليه أكتر؟ ليه شايف إن مخه أقل منك؟ ليه شايف انه اقل في جدعنته وشهامته؟ هدى كان معاها حق لما قالت لك انك شايف انك انت فوق كل الناس واحسن منهم. لا يا ابني، انت زي ابراهيم وزي كلنا عبيد ربنا، مفيش حد احسن من حد، وفينا الحلو وفينا الوحش. لا يا عم صالح، لا مش احسن من حد. مش لازم تقولها، بس هو ده اللي جواك. انت عايزه يطمن لك ازاي وانت مش مطمن له؟ عايزه يحبك ازاي وانت مش عارف تحبه؟ فكر في الكلمتين دول يا سليم، يمكن يكون فيهم نجاتك. الو، صباح الخير يا أحمد، إزايك عامل إيه؟ فاكر موضوع رقم صاحبتي اللي اتسرق منها وطلبت منك إنك تعمله تراكينج؟ أيوة أنا عارف 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 إنه مقفول، بس أنا عايزك ترجع تتابعه تاني من فضلك، وأول ما يتفتح بلغني على طول. أصل دي أنت بصراحة قلقانة جدا، الراجل اللي سرق الموبايل قاعد بيهددها كل شوية، والموبايل كان عليه صور خاصة بيها، وجوزها لو عرف حاجة زي كده ممكن يطلقها فيها. معلش يا أحمد، أنا متشكرة جدا بجد، عارفة إن الموضوع ده ممكن يوديك في داهية، بس فعلا مش هنسى لك الجميل ده. مين ده اللي هيروح في داهية يا فريدة؟ طيب أوكي، باي باي. لا لا مفيش حاجة، أنت ما قلتليش إنك جاية. جاي أصبح عليك يا فريدة، ممكن أدخل؟ معلش ياسر مش هلحق أقعد معاك، بس أنا عندي مشوار مهم جدا، لازم ألحق أقوم أعمله دلوقتي حالا. أنا آسف، معلش. الأنصاري إلهي ربنا يكرمه ويطول في عمره، سطر بنتي جميلة في رقبتي مش هنسهله العمر كله. هاي رأيك؟ ده تحفة، بس أنت لحقت أنت تصور الفيديو ده؟ لحقت يا بنتي، أنا ظابط. صحيح موقوف على العمل، بس ظابط ظابط يعني. طب قول لي يا ظابط، عملت إيه في الموضوع بتاعك؟ والله عندي تحية تاني النهاردة، بس أنا قلت أجي أشوفك وأوريك الفيديو قبل ما أروح في داهية. لا لا لا، ولا داهية ولا حاجة، ان شاء الله الموضوع هيعدي وكانه مفيش اي حاجه حصلت. ما اظنش. ليه بس يا حسام؟ ده انت حتى لسه عامل خير، وان شاء الله ربنا هيوقف جنبك. ده انا عملته ده ما سماش خير، ده مجرد رد جميل. رد جميل لمين؟ لسليم. سليم انت رديت له الجميل بدل المره 10. وليك انت كمان. ليه انا؟ ليه؟ ده انا حتى ما بعملش حاجه غير ان انا نازله زن من الصبح لبالليل بحكي لك على مشاكلي. لا وكمان بسمعك كلام زي الدبش، وشكرا على كده. انت وجودك في حياتي اكبر جميل عملتيه لي. أنا لو قعدت عمري كله مش عارف كدهولك. ما قلتليش يا حسام يعني إن أنت ليك في الاشتغالات دي. ده مش اشتغال، أنا أقصد كل كلمة أنا قلتها. طيب بما إنك شاطر في الكلام كده، يلا قوم على التحقيق وريني هتبقى شاطر هناك إزاي، وخلص وطمني عليك. إيه قلقان عليا؟ أيوه أنا عارف. طيب يلا. إبراهيم، ما تزعلش مني، حقك عليا. والله أعصابي فلتت مني كده ومش عارف إيه اللي حصل، معلش. أعصابك بس اللي فلتت؟ دي إيدك كمان. يا عم خلاص بقى، قلت لك ما تزعلش، حقك عليا. أنا هعمل إيه بس يا سليم بيه؟ ما أنا ماشي وراك زي الجزمة. وفتحتش بقي بكلمة، بس هعمل ايه؟ أختي وعيلة واتكسرت وملهاش حد في الدنيا دي غيري. معلش، بعدين انت مش طمنت عليها وطيبت خاطرها بكلمتين خلاص،
خلاص بقى يا عم، قول له بقى كويس ان شاء الله. يلا يلا قوم يا عمو، مش عارف انام من غير صوت شخيرك، قوم يلا. انا وانا بس اللي بشخر؟ ما انت كمان بتشخر يا سليم بيه. نعم بتشخر وبتشتم كمان وانت نايم، بس انا بتكسف يعني اقول له. ما تظبط يا ابراهيم. خلاص يا باشا براحتك، شخر زي ما انت عايز. حقك عليا ما تزعلش، يلا بقى عشان الناس تقعد براحتها في بيتها. يلا قوم. احنا براحتنا هو يا سليم، ولا انت بتتلكك بينا؟ خليك صريح وقول انك ما قدرتش على بعده. بتلكك، ما قدرتش على بعده بصراحه. بعدين ابراهيم بقى زي اخويا وعشره. خلاص خلاص هدى، تعمل لنا لقمه ناكلها سوا وبعدين ناموا لحد ما تشبعوا. انا هنزل فيديو بتاع حنان، وهنزل كمان الفيديو اللي صوره حسام البنت بتاعت المقابر دي، وعايزين نكتب هاشتاج سليم الانصاري بريء ونزود هاشتاج حقيقه سليم الانصاري. ها شايفه ايه؟ انا حاسه ان الفيديوهات المره دي هتفرق قوي، عشان اللي بيدافعوا عن سليم المره دي ناس عاديه مش اهله او صحابه، ده حتى حسام شايف كده. يا غيبت، رأيه مهم. ويلا روح شوفي بتعملي ايه عشان خاطر ورايا حاجات اعملها. يلا باي. طب انا مش فاهم انت ليه زعلان دلوقتي؟ مش يمكن اللي انت بتقوله ده حاجه كويسه؟ حاجه كويسه ازاي بس يا بيه؟ بقول لك ده حسن الضبع وصبيه الاثنين عينهم من البت، والبت غلبانه ومسكينه ولدها لوحدها هناك، مفيش حد معاها. برضه عبيط يا ابني، ما تقولش الكلام ده، ربنا معاها. هو البني ادم بايده حاجه. ونعم بالله يا شيخ صالح، بس برضه دول مجرمين. يا بني ادم افهم، اللي حصل ده ممكن يكون اول الخيط اللي نوصل بيه لبراءتك. ازاي يعني يا سليم بيه؟ انا وانت دلوقتي ما قدمناش غير حل واحد بس عشان نطلع من اللي احنا فيه، فرق تسد. يعني ايه؟ مش مشكله افهمك بعدين، بس على فكره اللي انت قلته ده حاجه كويسه مش وحشه. كل اللي يجيبه ربنا خير يا ابني. دلوقتي يا عم صالح انا عايز منك خدمه. أمر يا ابني. في حد عايزك تكلمه. اكلمه؟ مين؟ حد يساعدني ويساعد ابراهيم في مشكلته، ويساعدك انت كمان في موضوع البنا. ده مين ده يا سليم بيه؟ حوضه سيطر. طول ما انت غايب ماليش حبايب في الدنيا دي. الو؟ ايوه انا حوده، مين معايا؟ الحاج صالح، عندي شغلانه كده وكنت عايزك تيجي تعاين المكان عشان نتفق. لا من عينيا الاثنين يا حاج، تحت امرك، بس المؤاخذه يعني سعادتك كل العنوان فين؟ والله احنا في مكان متطرف شويه. متطرف فين يعني؟ لا مؤاخذه يعني يا حاج، سؤال تاني، هو سعادتك جبت نمرتي منين؟ من زبون كان بيتعامل معاك زمان دلني عليك. واحد مين ده؟ تفتكر الزبون اللي كان معاه واحد صاحبه وجم قعدوا عندك شويه لما كان ابنك تعبان؟ وبعدين طلعوا على السطوح شافوا شويه شغل وما لحقتوش تتفقوا، لان كان عندهم شغلانه مستعجله في مزرعه البهايم. لا 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 الحمد لله. لا فاكرهم طبعا. بقول لك يا عم الحاج، الناس اللي عندك دول من خيره الناس، رجوله وجدعانه وكل حاجه صح يعني. طيب اجي لكم يا حاج، بس لا مؤاخذه يعني، قول لي العنوان فين واجي لك امتى ان شاء الله. احنا بنسهر يا ابني، ولو تقدر تيجي الليله متاخر هنستناك. ماشي، مع الف سلامه. لا 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 اقفل انت يا حاج، اقفل. مع السلامه. مع السلامة، ألف سلامة. اللهم صل على النبي. شفت يا عم؟ نزلوا فيديوهات ومطلعينه فيها ملاك بجناحين، وكل الهري اللي أنت فاحت نفسك فيه راح في الهوا. يا ابني أنت أهبل، ده فيديوهين فاكسين زي دول يعني هيهدوا كل اللي إحنا عملناه. رامي، عشان الناس اللي في بلدنا دي ما بتفتكرش غير آخر حاجة سمعتها، وكل اللي حصل قبل كده سلامتك. الله يسلمك يا سيدي. إيه بقى كم السواد اللي أنت فيه ده؟ يا ابني وأنا لقيت لون تاني قلت لأ. علشان نفسك قصير، بتحبط بسرعة. اي حاجه بتحصل مش لاعب يا ابني. انت اللي في ميه الترشي، قلت لك قبل كده الناس دي ما فيش منها رجا، والبلد كلها ما فيهاش فايده. ولما انت شايف كده قاعد فيها ليه؟ ما تتنقل تمشي. هو بمزاجي، ما مستني فرصه لغايه ما هيجي منها. على فكره البلد دي بتاعت سليم الانصاري واللي زيه، حتى وهو هربان. على فكره سليم الانصاري ده شخصيا احنا حاطين عليه بدل مره 10. انت عارف ايه اللي محيرني بجد؟ الفيديوهات دي بجد ولا تمثيل؟ ايه اللي خلى مجرم زي ده يعمل كده؟ يابا هما يغلبوا عندهم بدل الواحد ألف يطلع يهري علينا بأي كلام، ومش محتاجين كمان يأجروهم، وفي ناس بتعمل البلاوي دي وفاكره نفسها هي بتعمل عمل وطني. مش بقول لك البلد شكرا. كنت عارفه ان هلاقيك هنا. ابويا وابراهيم قلبين عليك الدنيا، فاكرين انك هربت. هرب اروح على فين؟
بس انت عرفتي منين انا هنا؟ هتروح فين يعني؟ وبعدين بقى ده اكتر مكان انا بحبه. اما بكون متضايقه وعايزه افكر في حاجه باجي على هنا على طول. بس عندك حق، بلدكم فعلا حلو بس غريبه حبتين. ايه الغريب فيها بقى؟ كل حاجه، بيوتها وناسها وابوكي وعطيه ده كمان. حتى انت غريبه. انا وانا مالي بقى؟ ان شاء الله. من ساعه ما شفتك انا مش فاهم، حتى نقرك من نقري ومش طايقاني طول الوقت، مع اني لما عطيه جه خبتيني منه كنت خايف عليا. لا انا ما كنتش خايفه عليك، انا كنت خايفه على ابويا. وبصراحه بقى انا مش عايزه مشاكل مع عطيه اكتر من كده. على فكره اللي واقف قدامك ده ظابط مباحث، يعني بص في عين اي حد يفهم وعايز ايه بيفكر في ايه بالظبط. ودي بقى اكتر حاجه غيظاني منك. ليه ايه؟ ظابط ظابط ظابط، زي ما يكون الظباط دول معمولين من عجينه والناس كلها معموله من عجينه تانيه. انزل بالحته اللي انت فيها يا بيه شويه على الارض وحس بالناس. ده انت فعلا مش طايقاني متغاظه مني قوي. طب لما انت مش طايقاني بتساعديني ليه؟ ما تقوليش عشان ابوكي. انت من النوع اللي ما بيعملش حاجه غصب عنه. انا مش بساعدك عشان خاطر نفسك، انا بساعدك عشان خاطر اساعد ابراهيم، عشان انا متاكده انك بريء ومظلوم. بريء ومظلوم مره واحده؟ بص انا ممكن اكون مش طايقاك، بس زي ما بيقول ابويا ربنا عرفوه بالعقل. وانت ممكن على فكره تكون مليان عيوب، بس قتل قتل. لا مليان عيوب؟ ماشي يا ستي كتر خيرك، كفايه ان انت عارفه ان انا مظلوم وبريء. على فكره النت مقلوب عليك النهارده. وايه الجديد؟ ما هو طول مقلوب. لا المره دي مش ضدك، معاك. الست اللي انت كنت عندها والبنت اللي انت انقذتها من المقابر صوروهم فيديو وشيروا الفيديو في كل حته، والناس كلها مصدقاك ومتعاطفه معاك قوي. ومين اللي صور الفيديوهات دي؟ الله اعلم، بس زي ما ابويا بيقول ان لله جنودا لا تحصى. ربنا يسترها. يلا يا سليم يلا ننزل لابويا وابراهيم. هدى على فكره مش وحش زي ما انت فاكره. انا عارفه. اخويا نت ايه ونيله ايه اللي انت شايل همه ده؟ هو الهباب النت ده لو كان بيفلح قوي كان ده بقى حال البلد. ما انا عارف يا صفاء، بس ابن الصرمه ده الناس لما كانت قافشه عليه كانت الوزاره كلها قلب عليه، وده كان مطمني. خلاص تعالى نطفش من هنا خالص، نروح كده نشوف نفسنا في اي حته بالكام قرشين اللي معانا. تفتكر يعني ما جاتش في بالي؟ بس انا لو اختفيت دلوقتي العيون كلها هتفتح عليا، وبعدين لو انا خلعت من هنا مش هبقى عارف ايه اللي بيحصل، وساعتها لو الدنيا عكت معرفش اتصرف. وبعدين اطفش على اسيب الشغل. شغل؟ شغل ده ايه؟ هو احنا بعد الفلوس دي كلها اللي خدناها من لطفي ابو المجد محتاجين بقى فلوس تاني في ايه؟ يا وليه احمر البدله الميري دي هي اللي حمياني، ولا مال قارون كله يحميني زيها. وبعدين لو اختفيت دلوقتي لو صلاح الطوخ شاك فيا ايراد هيشك فيا 24 ايراد، ومش هيهدى له بال غير لما يعرف انا فين. الموضوع ده حله حاجه واحده بس وانا قلتها لك. يعني برضه مصر تنفذ اللي في دماغك يا زنيتي؟ ما قداميش حل تاني. سليم الانصاري لو مات هنخلص من ده كله، وساعتها بقى نقعد نطفش نشقلب براحتنا. وهو انت كنت عارف له طريق جره عشان تقتله؟ هعرف مكانه. وهو انت يعني يا زناتي اجدع من الداخليه دي كلها؟ لا بس مفيش حد محروق منه قدي، عشان كده كلمت واحد حبيبي في التفتيش يعرف لي وصلوا لايه في تدويرهم عليه، وساعتها بقى اعرف اتصرف. وان ما عرفتش توصل له هتعمل ايه؟ هدور على اللي وصلني ليه، ولو ما عرفتش هخليه هو بنفسه يجي له الجزمه في رقبته. قسما بالله ما اهدى ولا يرتاح لي بال طول ما هو على وش الدنيا. فهمت يا حوده اللي قلته لك ولا عيد تاني؟ عيب يا سليم بيه، بس سعادتك يعني هعطر عليه في انهي ده يا زناتي ده؟ في قهوه في اول الشارع بتاع الاسم، هتلاقي زناتي متلقح فيه على نص النهار كده، هو متعود يروح هناك كل يوم من ايام ما كنت انا في الاسم ده. خلي عينك عليه، ولما يروح القهوه تبعت اتنين من صبيانك، بس تكون مال ايدك منهم، تروحوا وتقعدوا جنبه في ترابيزه قريبه من زناتي. مهم قوي يا حوده انه يحس انهم عادي ومش قاصدين يتكلموا جنبه. طب انا اعمل لك ايه بس يعني؟ ما انت اللي غشيم، في حد يقفل التليفون فتره طويله كده؟
انا خايف لا يكون البطاريه ملحت ولا يكون دايره الشحن حصل لها حاجه، وخايف اكتر واكتر لا يكون الحاجه اللي في العده دي طارت. طارت يا جدع، نهار اسود. طب افرض الكلام ده ما لفقش معايا سعادتك. مستحيل. دلوقتي مفيش حاجه تحميه غير الفيديو ده، ومن غيره لطفي ارمي رميه الكلاب. طب مش يمكن الفيديو ده مش معايا يا ابني؟ ربنا عرفه بالعقل يا شيخ صالح. ايه اللي يخلي لطفي يستحمل قرف الواد ده الا اذا كان كسر عينه؟ انا كنت مخلي حوده يراقبه، وهو لسه قايل قدامك ان الناس بتتقابل كتير، وزناتي بنت عليه نعمه ملهاش تفسير. وبعدين زناتي ده واد شمال وانا عارفه كويس، اكيد خد موبايل زياده الله يرحمه بعد ما مات وعمال يلعب بيه لطفي. ايوه يا سليم بيه، بس جايز برضك ينفض للكلمتين اللي سمعهم وما ياخدش بيهم. ما يقدرش يا ابراهيم، الشك مش هيخليه ينام، الخوف هيخليه يروح يطمن على الكارت الوحيد اللي مأمنه لا يكون راح منه. لازم يروح يتأكد ان الفيديو لسه موجود، وساعتها هيفتح التليفون، وانا مش عايز منه اكتر من كده. ألو؟ آية، عرفتي لحد مكانه؟ طب استني أخد العنوان. تمام، متشكرة أوي.